طيب تعالوا بقى نروح لمقر جريدة الشروق ونعرف أبرز الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والإقليمية والعربية والعالمية. كل الكلام الكبير ده من خلال مين بقى؟ من خلال مراسلتنا العزيزة روزان نصر، مراسلة قناة النادي الأهلي. روزان صباح الفل عليكي، أهلا بيك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزين بس نفكر مشاهدينا قبل الأخبار بجدول مباريات الدوري ممتاز النهاردة وبكرة. النهاردة في الساعة 8 مساء هيلتقي نادي مصر مع النادي الأهلي على استاد بالكلية الحربية، وبكرة في تمام الثالثة مساء هيلتقي وادي دجلة مع سموحة، والجونة مع أسوان في 5:30 مساء، والمصري مع الإنتاج الحربي في 5:30 مساء، والإسماعيلي مع بيراميدز في 8 مساء. نروح بقى لآخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية، وأول خبر معايا النهاردة من موقع الشروق. بعد تسجيل هاتريك مهاجم الشارقة الأفضل في الجولة 5 بدوري أبطال آسيا، اختار الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ويلتون سواريز مهاجم الشارقة كأفضل لاعب في الجولة 5 من بطولة دوري أبطال آسيا. وأعلن الاتحاد الأسيوي عبر حسابه الرسمي على تويتر تصدر ويلتون سواريز قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الجولة 5 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما سجل 3 أهداف ليقود الشارقة نحو الفوز على التعاون السعودي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما. وعلى الصعيد المحلي من موقع سوبر كورة، أسوان يرفض مناقشة عروض اللاعبين قبل حسم معركة بقاء في الدوري. رفض مسؤولو أسوان فتح باب المناقشة أمام أي عروض يتلقاها لاعبو الفريق في الفترة المقبلة قبل حسم معركة البقاء في الدوري العام، وذلك لمنع تشتيت اللاعبين والحفاظ على تركيزهم في مواصلة النتائج القوية التي بدأت مع الدوري الثاني تحت القيادة الفنية لأحمد كشري مدرب الفريق، حيث يفصل أبناء الجنوب 11 نقطة فقط عن حسم معركة البقاء بعيدا عن الثلاثي الأخير في قاع الجدول. وكانت الفترة الماضية قد شهدت أبناء عديدة عن حصول الاتحاد السكندري على توقيع فادي فريد مهاجم أسوان وعروض أخرى لكريم الطيب، إلا أنه حتى الآن لا يوجد عروض رسمية لدى النادي. كمان من الأخبار المحلية من موقع اليوم السابع، المقاولون يضع خطة لتدعيم أكثر من مركز في موسم الانتقالات. وضع مسؤولو المقاولون العرب خطة محكمة لتدعيم عدة مراكز بالفريق الأول خلال موسم الانتقالات المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على توازن الفريق في الموسم الجديد خاصة مع اشتعال المنافسة بين عدة أندية. وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة في تصريحات لليوم السابع أن النادي يخطط لتدعيم جميع المراكز الآن، لأن المنافسات المقبلة التي ستنتظر المقاولون ستكون أكثر شراسة، ومن بينها المنافسات الإفريقية. وأخيرا على الصعيد العالمي من صحيفة ماركا الإسبانية، إصابة أوديغارد نجم ريال مدريد بفيروس كورونا. تعرض النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني لإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث ذكرت أيضا صحيفة ماركا أن نتائج الاختبار الأخيرة للاعب جاءت إيجابية، لذلك سيدخل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قادمة أو على الأقل حتى تظهر نتيجة تحليل، يعني تحليل تبان أنها سلبية في التحليل اللي جاي إن شاء الله. دي كانت أهم يعني الأخبار اللي معانا النهاردة. عودة للاستوديو مرة أخرى. أنا عايزة بس أقول لك الأول قبل ما نشكرك يا روزان، مبروك لأن أنت أول مرة تكوني معانا كمراسلة في 10 الصبح في الأهلي، فمبروك وإن شاء الله كل التوفيق ليكي في كل التغطية القادمة إن شاء الله. نشكرك روزان. جميل جدا الواحد يشوف برضو مراسلين جداد من معانا في القناة، إن شاء الله كل التوفيق ليهم جميعا.